مركز المنارة للمؤتمرات الدولية أقيمت الدورة العادية رقم 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اللي ترأستها مصر واللي منظماها جامعة الدول العربية، وبعد كده أقيم مؤتمر صحفي بحضور دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وعدد من وزراء مجلس الاتصالات العرب وممثلي الدول الأعضاء للإعلان عن الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هي هذه الدورة شهدت العديد والكثير من الفعاليات والنقاشات الهامة. الاستراتيجية العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على 5 عناصر رئيسية. العنصر الأول هو الأطر الاستراتيجية الوطنية والإقليمية الدولية ووضع استراتيجيات شاملة للتنمية الرقمية في مختلف دولنا العربية الشقيقة. المرتكز الثاني والبنية التحتية والبيئة القانونية والتعاون بين الدول العربية الشقيقة لإتاحة خدمات النفاذ للإنترنت وخدمات الاتصالات في كافة دولنا العربية ولجميع مواطنينا. أيضا تطوير بنية شبكات الإنترنت والربط البيني بين دولنا الشقيقة، كذلك التعاون في مجالات خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني والدروع السيبرانية لحماية البيانات. المرتكز الثالث هو الاقتصاد الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية البينية بين دولنا العربية وتعزيز الصادرات والخدمات الرقمية وتبادلها بين الدول العربية الشقيقة. نشكر جمهورية مصر العربية على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا اللقاء، كما وأشكر الدول العربية على موافقتها على ترشح فلسطين لتكون القدس العاصمة الرقمية العربية في 2023. الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهدف الرئيسي منها توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، واللي ضربت به مصر مثال يحتذى به في إطار خطة الدولة اللي تمت بخصوص التحول الرقمي في المجالات المختلفة، ومثلت طفرة كبيرة جدا باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا المتطورة. أما بالنسبة لأهم العناصر اللي تم التركيز عليها هي فتح سبل التعاون في تطوير البنية التحتية وإتاحة الخدمات المتبادلة وتطوير شبكات الاتصالات وتبادل سياسات الدمج الرقمي، بالإضافة لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني والمساعدة في ارتكاز القطاعات في المجالات المختلفة على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين الدول الشقيقة. مصطفى الشيمي، صباح البلد.